وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تصل إلى الصين بحثاً عن التعاون والتفاهم وتجنب الصراع بين الدولتين في ظل التوتر المتزايد بين القوتين التجاريتين. ولزيارة جانيت يلين عدة أهداف، منها تعزيز التواصل بين البلدين وتفادي سوء الفهم المتبادل وتوسيع التعاون حول مواضيع على ارتباط بالاقتصاد العالمي وأزمة الديون في الدول الناشئة والنامية. كما تسعى الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات اقتصادية سليمة مع الصين تعزز النمو والابتكار. زيارة المسؤولة الأمريكية تأتي بعد مرور أسابيع قليلة من زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، حيث يتطلع أكبر اقتصادين في العالم إلى إصلاح العلاقات بعد فترة من التوترات متعددة الأصعدة.